أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، تحفيز يومي، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات والتحفيز. شكرا على المتابعة. المصالح الأمنية بأكادير تفك لغز الجثة التي عثر عليها أسفل عمارة سكنية. عرفت قضية الشاب الذي عثر عليه مساء يوم أمس الثلاثاء 24 مارس الجاري طورات جديدة بعد التحرية الأولية. وحسب مصادر مطلع لأكادير 24، فإن الشاب العشريني الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية ويعيش حالة التشرد بعدما غادر منزل أسرته، دخل خلسة إلى العمارة المذكورة قبل أن يصعد إلى السطح ويرمي بنفسه ليلقي حتفه على الفور. وكانت جثة الشاب التي عثر عليها أسفل عمارة بحي بسركاو وسط مدينة أكادير قد استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطة المحلية التي هرعت إلى مكان الواقعة بعدما تلقت إشعارا من طرف الساكنة. هذا وقد تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني من أجل إخضاعها لتشريح بالوقت الذي تم فيه فتح تحقيق في الموضوع من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.